أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. موضوعنا اليوم راح يكون موجه للمرأة الجزائرية، أيهما أهم، شهادتك الجامعية أم الزواج؟ أروحوا معنا نشوفوا هذه الإجابات. في الوقت الحالي وش عندك أهم، الشهادة الجامعية ولا الزواج أحسن؟ أظن أن الشهادة، متأكدة أن الشهادة الجامعية أحسن بكثير من الزواج، لأنه الوظيفة تضمن الكثير من الفرص أحسن من الزواج. شبونس الشهادة الجامعية اكتويلمون سي شهاده، قرايه عندها بوغ لا فام سي سلاح، تستعملو في اي وقت. الشهاده الجامعيه احسن من الزواج. احسن من الزواج. علاش؟ بس كل الوقت اللي رانا فيه صعيب، صعيب بزاف، ما لازمش، لازم المراه قد ما تكون قاريه، قد ما تكون فاهمه، قد ما تكون واعيه، صعيب الحال عليها. شهاده جامعيه بطبيعه الحال. الشهاده الجامعيه تكون عندك شهاده جامعيه ما تحتاجي لاي واحد، انه يكون عندك الاهل تاعك اولا ثم شهادتك الجامعيه. ما تحتاجيش للزوج ديالك. ما تحتاجيش الشهاده الجامعيه قبل الزواج. علاش هكا؟ بس كل وحده اللي فاتت كتكون خدامه ديجا ما يهمهاش دير راجل. انا عندي الشهاده الجامعيه. علاش هكذاك؟ بس اهم الزواج، ما تقدريش تكون في الميدا هي الاهم ولا الاخرى. علاش خيرتي الشهاده الجامعيه؟ بس هي اللي نقدر نضمن بها مستقبل تاعي، صح زواج لا لا. الشهادة الجامعية بيان سيغ. علاش؟ شرحي لي. جو بريفير دابور فوار مون افونيغ، لو مارياج سا باس ابخي بور موا. لازم الطفلة تتحصن نفسها بمستقبلها، ما تقعدش باسكو الزواج يجي من بعد. الزواج. علاش الزواج؟ باسكو السطرة والمرأة ماشي مليح كي تكبر بزاف، وكيما نقولوها صعيب الحال. الزواج هو السطرة والمليح. انت تشوفي لها انه الزوج يعني ضمان لها اكثر من شهادة جامعية، يعني مستقبل ومن بعد يعني سبق الزواج، من الاحسن يعني من الاحسن الزواج. لو بروبليم لو سوبوس با شكون هي الاهم ولا ماشي اهم، لو بروبليم واش هي لا بريوريتي بوغ اسيغي لا في بوغ pour assurer l'avenir d'une personne, quelle que soit une femme ou un homme. Donc la première, en quelque chose, haja primordiale, c'est le diplôme. Ensuite, tout à fait normal, ça vient d'un foyer تاعك. هذا هو. في الوقت الحالي البنات يفضلوا الشهاده قبل الشهاده، ثم يشوفوا المستقبل تاعهم، والزواج هو الاخير بالنسبه للبنات. يعني تتزوج بلوطار ما تعرفش واش كاين في الدنيا، بي عندها هذا السلاح تاعها اللي هو الدراسه تاعها والشهاده تاعها اللي ما تخليهاش تحتاج، صديقه لي توجور انديبوندونت. الزواج يعني هو بناء مؤسسه بور لافونير، بور فير دي زونفون، ماشي غير تمشي انت غير مع الشهاده ديالك. شهادة الجامعية وزواج كاين هما زوج حاجات مختلفتين تماما، كل حاجة فيهم ضربها. لو كان يخيروك بين واحدة منهم شكون عندك أهم؟ إلا مازال ما ديت شهادة. لا ندي شهادة دابور ومن بعدك نخمم في الزواج. في الزواج لازم تكون قارية فاهمة وتعرف الدنيا كيفاش باش تنجم تتزوج، باسكو يفوا طيح مع راجل ما ماشي قارية يحوس يدرك عليها. بيان سور الشهاده الجامعيه حنا قرينا يعني باش نكملوا نتخرجوا نديروا لافونير، ماشي باش نقعدوا في الدار. الزواج مش مهم بالنسبه لك كيما الشهاده؟ مهم سنه الحياه هذه، مي شهاده المرتبه الاولى بيان سور. ماشي مانيش ضامنه بصح، ما نعرف بالك شويه يصرى بروبليم في الزواج، بصح الشهادات هذوما وكذا ما تكلخلكش فيهم. Oui, je dois d'abord étudier, je dois d'abord travailler, avoir de l'argent, puis aider mes parents, puis on va penser au mariage. Parce que زواج مسؤولية. Il faut الطفلة تكون واعية، تكون البنت الجزائرية لازم تكون واعية. وعندها مسؤولية تاع ولاد، تاع لاشارج، كلش. قبل كانت الظروف المعيشة كانت شوية يعني العائلة التقاليد كانوا مصغيرين شوية، مي دوكا البنات يفضلوا الشهاده قبل. الاهم تبا با توتي اهم، القرايه اهم، الخدمه اهم، الزواج اهم، لي زونفون اهم، كلش، مي سا باس باغ بريوريتي. كل وحده كيفاش تشوف هذه النقطه. انا في رايي انايا العائله تفوت قبل الشهاده. اللي كان بكري يقول لك انا ما سحقش المراه تخدم، اكتويلمون يزيكزيج كل مرة تكون تخدم باش تعاونوا، باسكو يسا بيرتينالمون ظروف الحياة والدينار تاعنا اللي ما طايح بزاف. الشهادة خير من الزواج؟ طبعا
في وقتنا الحالي، ماشي خير من الزواج، من الاولويات. لا كانت في بيئه وين يقولوا لازم المراه تكون صغيره تتزوج، ولا كانت في البيئه وين هنا كما في العاصمه كما لانتيغيور دو بي كما كتروحي شويه فيغ لو باي تو، دونك هذيك سي تقعد حاجه خاصه تاع تاع الاسره، لهذيك الاسره. زواج سا بو يدوم سا بو لا، مي قرايتك باينه غادي تصيبيها ابخي، لافنيغ باينه بلي غادي تصيبيها. باش تخدمي عائله كما نقولوا عائله متماسكه وعائله تمشي على الطريق اللي لازم، نحوسه لازم شهاده ولازم تكون أمة مثقفه لا ماما. وكما شفنا اعزائي المشاهدين كانت هذه الاجابات اللي شفناها من عند المراه الجزائريه. ما بقى لي غير نقول لكم بقوا على خير في العدد القادم ان شاء الله.